صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى مرسوم رقم 118 لسنه 2021 بتعيين نائب للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه جاء فيه يعين الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن احمد الخليفه نائبا للرئيس التنفيذي بالجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئه.